النشرة الثقافية ونبدأها بأبرز العناوين. استمرار الفعاليات الموريتانية في موسم طنطان، ووزير الثقافة المغربي يشيد بحضور بلادنا ضيف شرف المهرجان وبالعلاقات الثقافية بين البلدين. غزوان والشعر عنوان سهرة أدبية وفنية بين موريتانيا والمغرب تحت خيمة موسم طنطان الثقافي. دول وشخصيات عديدة تثمن دور موريتانيا في ترسيخ ثقافة البدو الرحل والحضور المتميز لها في موسم طنطان الثقافي. الكتاب الموريتاني والصناعة التقليدية الوطنية يستقطبان جمهورا واسعا في قرية التراث ضمن الفعاليات الحالية لمهرجان موسم طنطان. أهلا بكم مشاهدينا في التفاصيل. تتواصل في مدينة طنطان المغربية فعاليات الموسم الثقافي لطنطان بمشاركة موريتانيا باعتبارها ضيف شرف لهذه النسخة، وهو ما يؤكد عمق العلاقات المغربية الموريتانية. تتواصل في إقليم طنطان بجنوب المغرب فعاليات الدورة 15 من مهرجان موسم طنطان الذي يحتفي كل عام بثقافة البدو الرحل، والذي تم تصنيفه من طرف اليونسكو تراثا لا ماديا عالميا للبشرية، وذلك بحضور بارز لموريتانيا باعتبارها ضيف الشرف على هذه الدورة، حيث تشارك بلادنا بوفد كبير يزيد على 70 شخصية ثقافية وفنية يرأسه وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ سيد محمد المحم. وفي هذا السياق أشاد وزير الثقافة والاتصال المغربي السيد محمد العرج بمشاركة موريتانيا في هذه الدورة من موسم طنطان كضيف شرف، وبالعلاقات الثقافية المشتركة بين البلدين التي تستند إلى جذور تاريخية واجتماعية عميقة. طبعا نحن جد سعداء بأن تكون الجمهورية الإسلامية موريتانيا ضيف شرف لهذه الدورة، بالنظر للعلاقات التاريخية ما بين البلدين، بالنظر للعلاقات والروابط العائلية، خصوصا وأن هذا المهرجان هو يمثل مرتكز أساسي لهذه العلاقات التاريخية الأخوية، خصوصا في مجال ديال التاريخ، في مجال تلاقي القبائل، خصوصا وأن المغار هو يعني بدرجة الأولى اللقاء. وكذلك هذا المهرجان هو يعبر ويجسد لثقافة الرحل عبر العالم، يجسد لما نوليه جميعا للتراث الثقافي الإنساني. اليوم هذا المهرجان كذلك هو مسجل ضمن التراث الإنساني العالمي، وهذا كذلك هو منطلق أساسي لقواسم مشتركة، قواسم ترتكز بالدرجة الأولى على القيم، على التسامح، وكذلك للأصول التاريخية التي نشزتها أجدادنا طيلة مراحل في العصور السابقة. الوفد الموريتاني الكبير الذي حط الرحالة في مدينة طنطان قبل أيام في رحلة خاصة على متن موريتانيا للطيران كان موضع استقبال حار من الجانب المغربي، عكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما عبر عن ذلك وزير الثقافة الأستاذ سيدي محمد المحم في نقطة صحفية بالمناسبة. حضورنا هنا اليوم بهذه المدينة الجميلة كضيف شرف على مهرجان طنطان هو لفتة كريمة وتشريف للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتقدير كبير للعلاقات التاريخية بين المملكة المغربية الشقيقة وبين بلادنا، والفرصة سانحة لأن نتقدم بجزيل الشكر باسم فخامة رئيس الجمهورية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه الخطوة، والتي نعتبرها خطوة في الطريق الصحيح للرفع من مستوى العلاقات بين البلدين وتكريس أمر هو في الحقيقة أمر واقع، وهي أن العلاقات علاقات متشابكة وتاريخية ومتجذرة، ونحن مسؤولون أمام شعوبنا وأمام الله أن نرفع منها من وتيرتها تصاعديا بإذن الله، وهو ما سيتحقق. وأعتقد أن حضور الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيشكل أو نرجو أن يشكل إضافة كبيرة لهذا المهرجان الذي يعتبر من أهم الأحداث الثقافية في منطقة المغرب العربي. وكان موسم طنطان الثقافي قد انطلق رسميا بإشراف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير الثقافة الأستاذ محمد المحم ووزير الثقافة المغربي محمد العرج والعديد من الشخصيات الأخرى الرسمية في البلدين.
شكلت ثنائية الموسيقى والشعر ملمحا بارزا ضمن فعاليات المهرجان السنوي لمدينة طنطان، حيث تضمنت فقرات هذه النسخة جلسات تعانقت فيها الكلمة والنغم. على أنغام الموسيقى وقوافي الشعر الحسانية والعربي بدأت الأمسية الفنية والثقافية الموريتانية التي استضافتها خيمة الأدب والتراث في موسم طنطان في دورته الحالية بإقليم واد نون جنوبي المغرب بحضور الوفد الرسمي الموريتاني الذي ترأسته المكلفة بمهمة لدى وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان مقلها متليلي نيابة عن وزير الثقافة، وبحضور والي وعامل إقليم واد نون جنوبي المغرب وعمدة مدينة طنطان وعدة مسؤولين وأدباء وشعراء من البلدين. وشهدت السهرة التي أحيتها الفنانة منام الدندني وفرقتها عدة فقرات موسيقية من الطرب الموريتاني الأصيل على أنغام التيدينيت وآردين في ليلة جمعت أطياف الوصال بلا حدود على أوتار القلوب بين شعبين شقيقين يتقاسمان الكثير من القيم والعادات في الموسيقى والتراث. قاع على لا تقلع على الدير قمتم دك من قبيل مجهار شكر لغيركم خير من غير ما خليتوا للغيركم شكار. وكان للجانب الأدبي دوره البارز في هذه الأمسية الثقافية الموريتانية بموسم طنطان من خلال نخبة من الشعراء والأدباء المشاركين في فعاليات خيمة المحبة واللقاء بين الأشقاء. لا أستفيق هياما بمن تفوح خزاما ومن تلوح صباحا يشق عنه الغمامة. أزور البحر أم أليج الخيامة فحب الأهل والأحباب هاما بقلب الحب والأنهار تجري وأقتنص المودة والحمامة. وضمن نشاطات موسم طنطان الثقافي يوم أمس تم تكريم العديد من الوجوه والشخصيات في إطار مشروع ذاكرة طنطان. لقيت مشاركة موريتانيا إشادة واهتماما من طرف الشخصيات العلمية والثقافية التي حضرت المهرجان، حيث عبرت هذه الشخصيات عن إعجابها بما تضمنه الجناح الموريتاني من قيمة ثقافية وحضارية. يتميز موسم طنطان الثقافي بمشاركة العديد من الدول العربية التي تشكل ثقافة البدو الرحل وعادات وتقاليد مجتمعات البادية والصحراء تراثا قيميا مشتركا فيما بينها، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة هذه الدول التي تحرص باستمرار على الحضور والمشاركة في موسم طنطان كما هو الشأن في دورة هذا العام التي اختارت موريتانيا ضيف شرف لها، حيث تلتقي موريتانيا والإمارات في الاهتمام بهذه الذاكرة التراثية العربية الأصيلة من المحيط إلى الخليج إلى جانب المملكة العربية الشقيقة. رئيس الوفد الإماراتي المشارك السيد عبد الله القبيسي ثمن حضور موريتانيا كضيف شرف. فرحنا هذا العام بمشاركة الجمهورية الإسلامية الموريتانية كضيف شرف في هذه الدورة. طبعا الثقافة الصحراوية هي ثقافة تحمل العديد من القيم الإنسانية المتعلقة في ثقافة الصحراء، من هذه القيم هي الكرم والضيافة والشجاعة، وهذه الحمد لله مكارم الأخلاق العربية اللي عززها الإسلام فينا جميعا كعرب. أما الناطق الرسمي باسم موسم طنطان وعضو المكتب التنفيذي لمؤسسة الموكار المنظمة للمهرجان عبد الله العلوي فقد أشاد بنجاح المشاركة الموريتانية وبهذا الحضور الثقافي لموريتانيا في المهرجان على أعلى مستوى. النسخة 15 للموسم تتميز على كل الدورات السابقة بكون أنه ضيف الشرف هذه السنة هي دولة موريتانيا الشقيقة، فهذه الاستضافة لموريتانيا عندما غازي كثيرة ما دام أن المكون الذي نحاول أن نحافظ عليه ونثمنه هو مشترك بيننا وبينك موريتانيا، خصوصا الجهات الجنوبية المغربية والمنطقة الضرعة مع موريتانيا.
هذه هي صورة موريتانيا الثقافية الزاهية في عيون الدول العربية والمسؤولين المغاربة القائمين على موسم طنطان الثقافي، الشيء الذي يدل على أن موريتانيا الثقافية باتت أكثر قدرة على الإسهام والعطاء في طريق مزيد من الإشعاع الثقافي بلا حدود في محيطها المغاربي والإفريقي والعربي الأوسع. شاركت بلادنا خلال مهرجان الطنطان الثقافي بجناح تضمن عددا من نفائس الصناعة التقليدية وبعض النماذج من الإصدارات التي أغنى بها الكتاب الموريتانيون المكتبة العربية. عبرت مشاركة موريتانيا كضيف شرف في موسم طنطان عن تنوع وثراء ثقافي كبير تجلى لزوار المهرجان في العديد من الأجنحة الموريتانية المفتوحة في قرية التراث بهذا المهرجان، والتي تبرز مختلف العناصر الغنية للثقافة الموريتانية سواء في موروثها الأصيل أو ثقافتها العالمة، حيث شهدت المشاركة الموريتانية في مجال الثقافة والتراث إقبالا كبيرا ومتزايدا يوما بعد يوم من طرف رواد موسم طنطان، حيث لا تهدأ الحركة في هذا الشارع الرئيسي للمهرجان في اتجاه البوابة الرئيسية لموريتانيا في قرية التراث هذه، حيث شكلت الصناعة التقليدية الموريتانية مثلا محطة رئيسية لجمهور المهرجان من أجل اكتشاف المزيد من خصائص هذا التراث المادي العريق في بلادنا، والذي يدل على مهارة الصانع التقليدي الموريتاني وقدرته على الإبداع والابتكار في فضاء اجتماعي وثقافي مشترك بلا حدود. المهرجان كان تبارك الله مهرجان زين والإقبال عليه زين تبارك الله، وشاكر مولي الدولة المغربية على حسن ضيافتهن وحسن استقبالهن، وشاكر لكل اللي عنده ايد في هذا احياء التراث وزين عندنا هذا التراث يتميح. جناح الكتاب الموريتاني كان هو الاخر وجهة مقصودة من طرف جمهور المهرجان، حيث يعرض هذا الجناح العديد من عناوين المكتبة الموريتانية في مختلف المجالات قديما وحديثا من مختلف دور النشر الوطنية، كما يشرح ذلك لقناة الثقافية مسؤول هذا المعرض الأستاذ والباحث سيدي وللنمين. للحديث عن المعرض الذي جئت أمثله وهو معرض المكتبات الوطنية والمطابع الوطنية كمطبعة النسور وغيرها من المطبوعات، فإننا جئنا بأمهات الكتب الموريتانية بعناوينها البارزة التي تمثل مجموعة الحقب الثقافية، وأجيال العلماء منذ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم ومحمد بابا والعبيد الديماني وغيره من علماء القطر، بالإضافة طبعا إلى ما جادت به عبقرية الأجيال في المراحل المتأخرة، كما أضفنا مجموعة العناوين المترجمة من كتب المستكشفين والباحثين الأوروبيين المهتمين بالشأن الثقافي والاجتماعي والسياسي في البلد أمثال بيير بونت وجيليه ومانجان وغيرهم. إنها صورة متنوعة تعبر عن نجاح المشاركة الموريتانية في هذا الموسم بحمولة ثقافية كبيرة متعددة الأبعاد. حرصت وزارة الثقافة الموريتانية وخاصة المحافظة الوطنية للثقافة والتراث على أن تكون في المستوى المطلوب شكرا ومضمونا وبتنظيم دقيق كان له تأثيره الإيجابي في جعل الاستضافة حدثا بارزا بامتياز في الزمان والمكان. ولتسلط الضوء أكثر مشاهدينا على مهرجان طنطان ومشاركة بلادنا فيه كضيف شرف، نستضيف لكم اليوم الأستاذ محمد محمود أبو المعالي مستشار وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة. أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم، أولا هنيئا لكم في وزارة الثقافة على تألق ونجاح مشاركة بلادنا في موسم الطنطان وجهودكم القيمة في هذا المجال، لكن حبذا لو في البداية وضعتمنا في الصورة العامة لموريتانيا الثقافية في هذا المهرجان من حيث البرنامج العام وطبيعة الوفد المشارك في هذا المهرجان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية شكرا للثقافية على هذه الاستضافة وعلى التغطية الشاملة الحضور الموريتاني في موسم الطنطان بالمملكة المغربية الشقيقة. الواقع أنه المشاركة الموريتانية كانت على حجم المتوقع منها كضيف شرف لهذه النسخة، ولذلك أعتقد أن التهنئة يجب
أن تحظى كما حظيت بها الوزارة يجب أن يحظى بها الشعب الموريتاني والحكومة الموريتانية برمتها نظرا لمستوى المشاركة ونجاحها. المشاركة الموريتانية كبيرة إذ أنه مثلت بوفد يزيد على 60 شخصا من مختلف الطيف الثقافي والتراثي والفني والفلكلوري في بلادنا، فطبعا بالإضافة إلى طاقم التأطير التابع لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية هناك عدد من الباحثين والمحاضرين والأساتذة المتخصصين في مجالات الأداب والتراث والتاريخ، هناك شعراء لهجيون حسانيون، وهناك شعراء بالشعر الفصيح، هناك فرق فنية من مختلف المكونات الموريتانية سواء المكون الناطق بالحسانية أو البولارية أو السنوكية أو الولفية، هناك فرق مديحية، هنالك فرق فلكلورية، هناك مسرحيون وحكواتيون إلى غير ذلك. هذا فضلا عن معرض الكتاب الموريتاني والذي يعرض عشرات الكتب التي إما ألفها موريتانيون أو تناول مؤلفوها موريتانيا، لذلك كان مستوى الحضور كبير وكان مفاجئا ربما لكل من حضر هذا الموسم وشارك فيه. كان الافتتاح طبعا بحضور معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الأستاذ سيد محمد المحم الذي ألقى كلمة الوفد الموريتاني بهذه المناسبة وعبر من خلالها عن وشائج وروابط وأواصر التلاقي الثقافي والعقدي بين المغرب وموريتانيا والمشترك في الموروث الثقافي والتاريخي بينهما. أستاذ الصحراء عموما وخاصة في بلدان المغرب العربي جميعها تشكل فضاء واسع يحتضن ثقافة البدو الرحال خاصة في موريتانيا وجنوب المغرب. في رأيكم ما هي القواسم المشتركة بين ثقافة هذه البدو الرحال بين موريتانيا وجنوب المغرب، هذا الموروث الثقافي بين البلدين ماديا ولا ماديا؟ هذا المشترك هو أصلا له حاضنة جغرافية وحاضنة اجتماعية تجعل منه ذات الموروث هنا وهناك وذات التقاليد والتاريخ المشترك. وأعتقد أن كلمة معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية أستاذ سيد محمد المحن في افتتاح هذا الموسم عبرت إلى حد كبير عن هذا التداخل حين قال إنه اختلطت الدماء بالدماء والأعراق بالأعراق والثقافة بالثقافة والعقيدة بالعقيدة والعقائد بالعقائد، ولذلك طيف المشترك بين البلدين واسع إلى درجة كبيرة، وهو أمر طبيعي في بحبوحة ثقافية وبحبوحة جغرافية تعيش فيها ذات العناصر الاجتماعية وذات القبائل بينها كل القواسم المشتركة في الحياة سواء كانت قواسم ثقافية أو اجتماعية أو عرقية أو غيرها بغض النظر عن حواجز الحدود الطبيعية والحجوز الحدود الجغرافية والسياسية. القناة الثقافية الموريتانية كما شاهدتم تواكب الآن موسم الطنطان الذي يستضيف الثقافة الموريتانية بمختلف أشكالها، كيف ترون أهمية إعلامنا الثقافي في تسويق صورتنا الثقافية اليوم وتثمين تراثنا وتنوعنا الثقافي في زمن العولمة والفضائيات الأجنبية؟ أعتقد أن عموما القناة الثقافية الموريتانية سدت فجوة كانت موجودة تتعلق بالإعلام الثقافي خصوصا في شقه المرئي في بلادنا، ولا مراء في أن مواكبتكم لهذا الموسم موسم طنطان والمشاركة الموريتانية فيه أظهرت أهمية مثل هذا النوع من القنوات أو وسائل الإعلام الثقافية، إذ أننا وعلى ضوء التقارير التي تابعناها في هذه النشرة وفي نشرات ثقافية سابقة اطلع المشاهد الموريتاني والمشاهد عموما أينما يصله بث ثقافي موريتاني اطلع على حجم هذه المشاركة وعلى تنوعها وثرائها وغناها وعلى المستويات المتفاوتة لها وكيف أنها عكست
الثقافة الموريتانية والمجتمع الموريتاني بكل أعراقه بكل أطيافه وألسنه ولهجاته وجهاته ومناطقه. إذن بالتأكيد هذا الإعلام الثقافي غاية كان في الأهمية، ولمثل هذا أعتقد أنه كان يجب العمل على إنجاز منابر إعلامية ثقافية لتقوم بمثل ما تقوم به الثقافية الآن. في نهاية هذا اللقاء هل من كلمة أخيرة؟ إن كان من كلمة أخيرة فإنه أرى أنه من الضروري أو من الأجدرية أن نتحدث عن ما يسمى الدبلوماسية الثقافية. المعلوم أن الدبلوماسية بشكل عام تسير على ثلاثة محاور. محور الدبلوماسية السياسية عادة يتعلق بكيانات الدول وبسيادتها، والثاني الدبلوماسية الاقتصادية وتتعلق بالشأن الاقتصادي. أما الدبلوماسية الثقافية وهي حسب تصور المحور الأهم فهي دبلوماسية بين الشعوب، ليست لها يعني حواجز سياسة ولا حواجز الاقتصاد، هي بين الشعوب تفاعل بين المشترك والمتنوع بينهما. إذ أنه نحن على سبيل المثال في هذا الفضاء الذي نشارك اليوم فيه لدينا من المشترك معهم، سواء المشترك في الملبس أو في المعتقد أو في المأكل أو في العادات الاجتماعية أو في اللهجة إلى غير ذلك، ما يجعل ربط هذه الأواصر أمرا قائما، ومسؤوليته تقع على القائمين على الدبلوماسية الثقافية. وهذه الدبلوماسية الثقافية عادة لها هدفان، إما المحافظة على الموروث الثقافي وتأطيره وتطويره وتنميته، وإما تصديره وتفاعله مع الثقافات والحضارات الأخرى. والتنوع الثقافي ليس بالضرورة يعني الاحتكاك الثقافي أو الحضاري بقدر ما يعني التبادل التأثير والتأثر، وهذا ما تهتم به الثقافة الدبلوماسية، ويسعى قطاع الثقافة في بلادنا إلى تجسيدها. وليست هذه المشاركة بهذا الحجم وهذا التنوع وهذا الترائف موسم الطنطان إلا حلقة من حلقات تنمية وترقية وتأهيل الدبلوماسية الثقافية التي لهذا البلد ولهذا الشعب تاريخ عريق ضارب أطنابه وضارب جذوره في التاريخ. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد أحمود أبو المعالي، مستشار وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان. كنتم ضيفنا، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كنتم ضيفنا خلال هذه النشرة. وبهذا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة الثقافية. نعود للتذكير بأبرز العناوين. استمرار الفعاليات الموريتانية في موسم طنطان، ووزير الثقافة المغربي يشيد بحضور بلادنا ضيف شرف المهرجان وبالعلاقات الثقافية بين البلدين. الضوان والشارع عنوان سهرة أدبية وفنية بين موريتانيا والمغرب تحت قيمة موسم طنطان الثقافي. دول وشخصيات عديدة تثمن دور موريتانيا في ترسيخ ثقافة البدو الرحل والحضور المتميز لها في موسم طنطان الثقافي. الكتاب الموريتاني والصناعة التقليدية الوطنية يستقطبان جمهورا واسعا في قرية التراث ضمن الفعاليات الحالية لمهرجان موسم طنطان. شكرا لكم مشاهدينا أينما كنتم، على حسن المتابعة. إلى اللقاء.